مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، بنكلم حضراتكم من منزل ضحية سفاح الإسماعيلية. قبل قليل أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها بتأييد الإعدام على عبد الرحمن نظمي الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في مذبحة الإسماعيلية. تم تأييد حكم الإعدام، فرحة كبيرة في منزل الضحية وأيضا جيران عم أحمد الله يرحمه. أولا البقاء لله، يلا دعم الله ان الله وانا لا رجعون. انت اول جار لي؟ اه ايوه معاك انا اول جار لي. اه قول لي يعني انتوا رد فعلكم على الحكم الاعدام؟ احنا والله انا بنشكر القضاء المصري على مستوى المسؤوليه وفخامه القضاء المصري بالصلاه على النبي، يعني الحمد لله هي دي العداله الانسانيه اللي انا قلت عليها قبل كده. ونشكر برضو الرئيس السيسي اللي هو عجل بالاجراءات اللي هي القانونيه، وبرده احنا المنطقه بتاعتنا منطقه شعبيه وناس يعني متواضعه جدا وناس معتدله دينيا، وما شاء الله المساجد عامره بالناس، والمنطقه هنا يعني اقول لك ايه، كلمنا عن عم احمد. احمد كان الله يرحمه ربنا يرحمه ويتولاه ويتولى اولاده السبعه، لان هو كان راجل متواضع وغلبان وبتاع شقه ومسؤول، يعني ايه كان بيشتغل في الخرده، والقصه دي قلناها قبل كده، وندعو الله ان هو يرحمه. مبسوطين وراضيين بقضاء الله، احنا راضيين بقضاء ربنا وبقضاء القضاء برضه، قرار القضاء الاعدام، ودي يعتبر احسن ايه عداله دي، يعني ايه يعني ميزان العدل موجود في مصر والحمد لله رب العالمين. بقال الله ونعم بالله. نعم احمد انت برضه يمكن كنت اقرب الناس ليه والجيران هنا يعني. والله احمد الله يرحمك راجل غلبان الله يرحمه، الحمد لله حقه رجاله، واحنا برضه بنقول للناس ام عبد الرحمن ربنا يصبرك ربنا يصبرك. مصيبه في مصيبه. وانا برضه يعني عبد الرحمن يعتبر مش غريب عنهم، ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له يا رب يا رب. بقال الله. السلام عليكم. بقال الله وكلنا لها والحمد لله، واشكر القضاء مبدئيا، وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، والناس فرحانه الحمد لله من القضاء النزيه بتاع مصر. والله يرحمه عم احمد كان راجل محترم، وما كانش بيتعدى على حد، وكان عنده خصوصيات الراجل، قاعد لوحده ما بيكلمش حد، ونحمد ربنا. واشكر المدير الامن برضه اللي هو ضغط اللي ضغطها الحمد لله على تجار المخدرات، وطهر المكان، وان شاء الله في زياده في جديد ان شاء الله، المكان يتطهر كويس في الاسماعيليه كلها ان شاء الله. واشكر تاني المحافظ، اشكر مدير الامن، واشكر القضاء المصري، وشكرا. تمام. انا شايف الجيران كلها هنا مبسوطه بالحكم، يعني ناس راضيه. لا الحكم سريع الحمد لله الحمد لله، وقضاء القضاء السريع هو الحمد لله. واشكر الاسماعيليه كلها، واشكر المحافظه كلها الحمد لله. بقال الله مره ثانيه والحمد لله. الله يرحم امواتنا جميعا الحمد لله الحمد لله على القضاء. مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، بكلم حضراتكم من منزل الضحيه عم احمد الله يرحمه. ده منزل عم احمد الله يرحمه، زي ما انتم شايفين يعني هدوء تمام، يعني فرحه كبيره من الاسره جوه. يعني يمكن اتكلمنا وانفردنا مع حضراتكم قبل وقت قبل لحظات من نطق الحكم، تكلمنا مع الزوجه وقالت الحمد لله احنا راضيين جدا بالقرار، وقالت ان دي الزوجه قبل قليل في رايف على اليوم السابع قالت ان احنا ان شاء الله هنقيم عزاء، ومن المقرر خلال ساعات مساء اليوم يعني هيتم يعني اقامه عزاء. وادي يا جماعه دي الكراسي اللي جت وصلت حالا لاقامه العزاء وتلقي العزاء في عم احمد ضحيه سفاح الاسماعيليه. يمكن الاسره يعني رافضة تتكلم حتى الآن، يعني كل وسائل الإعلام موجودة وعاوزة حابة تتكلم مع الأسرة وتشوف رد فعلها على حكم تأييد حكم الإعدام بالنسبة لسفاح الإسماعيلية. الأسرة كلها رافضة تتكلم، لكن احنا بننقل مع حضراتكم الأجواء هنا من منزل ده، وبيسكن طبعا في آخر دور هنا في هذه البناية. احنا موجودين مع حضراتكم في شارع البحري بحي تاني بمدينه الاسماعيليه، الاسره والزوجه موجوده واخواته موجودين، هم يمكن رافضين الكلام حتى الان، لكن ان شاء الله هيكون معانا لقاء بعد قليل معاه. ممكن بدا التجهيز لاقامه العزاء وتلقي العزاء في الراحل. ده الكراسي يا جماعه، وده التروسيكل اللي كان يعني راكبه عم احمد. ده التروسيكل بتاعه بتاع ابوك. اه ده التروسيكل يا جماعه اللي كان راكبه. اقول لك ده التروسيكل اللي كان راكبه عم احمد الضحيه يوم الحادث اللي حصل، ان عم احمد الضحيه كان راكب هذا التروسيكل ووقفه السفاح واتكلم معاه شويه وهو راكب التروسيكل ده، بعد كده نزله
من التروسيكل واتكلم معاه. كان الضحيه كان واقف كده والتروسيكل في هذا المكان جه من وراه وغفله كده في غفله وراح جاي طلع سلاح آلي من جيبه بدا ينحر في رقبته بدا يسبب دي الطعنات في الفيديو طبعا اللي كل وسائل الاعلام تناقلته. وده طبعا التروسيكل اللي كان موجود في الحادث. مشاهدينا في شارع تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، افتح الطريق بس للناس، شوف التروسيكل بتاع الطريق للناس. انت ابن عم احمد الله يرحمه صح؟ طب ده يا جماعه ابن عم احمد الضحيه الله يرحمه، واحد من ابنائه، هو عنده 7 ابناء الله يرحمه عم احمد، وده التروسيكل اللي شهد الواقعه. يعني دي كمان يعني بدا الاستعداد لاقامه العزاء. ده الكراسي اللي هتبدا يجهزوا العزاء لتلقي العزاء بعد تأييد اعدام الضحيه. وده يا جماعه التروسيكل اللي شهد الحادث، حادث البشع اللي شهدته تقاطع شارع بحري وطنطا بحي تاني بمدينه الاسماعيليه. ويمكن اتكلمنا مع الجيران ويعني الناس كلها طبعا هنا فرحانه وسعيده جدا بهذا الحكم، وبيقولوا ان هو حكم ناجز وعاجل يعني ومرضي جدا بالنسبه لكل الاطراف. يعني احنا بنحاول نتكلم مع الاسره، نشوف نحاول ان احنا نكون معانا اي حد من افراد الاسره. يمكن ده يا جماعه زي ما شفنا الوضع، واخواته طبعا في انتظار وصول طبعا اخواته ان هم ينزلوا من فوق، من موجودين يعني في البيت، ان شاء الله هينزلوا بعد قليل. ده تلقوا العزاء وهننقل مع حضراتكم يعني ان شاء الله لحظات تلقي العزاء، وان شاء الله نحاول ان احنا برضو ان هم لو هيزوروا المقابر يعني ان شاء الله هم هنكون معاهم ان شاء الله. يعني برضو حابب يعني اقول لحضرتك يعني نختم مع حضرتك ان شاء الله النهارده بعد قليل ان شاء الله يقام العزاء وتلقي واجب العزاء في عم احمد. يعني انتوا هناك جيران، يعني انتوا رد فعلكم على هذا الحكم؟ والله الحمد لله، الحمد لله ربنا رجع له حقه، لان هو اصلا احمد غلبان طول عمره في حاله وطلع على اكل عيشه، والله اعلم. يعني يوم الحادث كان رايح يجيب عيش من الفرن عشان يفطر ابوه، يعني كان رايح يفطر عياله. عياله كان رايح يجيب عيش عشان ياكل هو وعياله، عنده 7 عيال الله يرحمه. مش هنقول الا الله يرحمه، ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له يا رب الله يرحمه. هو كان بيشتغل على التروسيكل، كان بيشتغل على التروسيكل، بيلم عليه خرده يروح يفرش في سوق الجمعه بيه. يجي من الخميس كده يمشي يوم الخميس مثلا بعد العشاء، دنيته قاعد لتاني يوم الجمعه عشان يلحق مكانه. والمكان ده وكان كله عجل وكان كله حاجات خرده، يعني دخله قليل جدا. وانا عايز اقول لحضرتك ان ما فيش حد عمل لهم اي حاجه من ساعه ما هو توفى. كل اللي وعد ان هم هيعملوا لهم معاش ويعملوا لهم حاجات، محدش عمل اي حاجه. فاحنا يعني بنعجل ان هم يتعمل لهم معاش ويتعمل لهم حاجه. الله يرحمه. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا مشير تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، نقلنا لحضراتكم يعني تفاصيل يعني رد فعل يعني ده رد فعل الوضع هنا بعد الحكم بتأييد الاعدام على يعني سفاح الاسماعيليه. بشكر حضراتكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. بدات الاسره تستعد لتلقي العزاء. مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، كنت معكم السيد فلاح وزميلي ابراهيم سعيد، لان لحضراتكم الوضع هنا من منزل اسره ضحيه سفاح الاسماعيليه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.